فكر المسميات المغلوطه او المسميات اللي بتروح لغير اصحابها الحقيقيين، زي الحاله بتاعت النادي الملكي كمسمى. لقيت ايه بالنسبه لمسمى نادي القرن؟ لا هو بالمناسبه يعني، والشيء بالشيء يذكر. هو نادي القرن تقريبا بقى لنا 22 سنه يعني في حاله جدال من اعلام ومنافس. والحقيقه انا بالنسبه لي الجهه الرسميه المنوط بها منح اللقب هو الكاف، واثبتنا بما لا يدع مجال للشك ان المعايير اللي تم وضع بها التصنيف اللي تم اتخاذ عليه نادي القرن كانت في 93 ديسمبر 93 وتم نشره في جريده الجمهوريه، ثم في فبراير 1994 وتم نشره في جريده الاهرام. يعني المرجعيه معايير محدده بالزبط. مش اللي يسبق ويحط يافطه مكتوب عليها نادي القرن. لا 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 احنا مش بتوع يافط. احنا بتوع ارقام، بتوع انجازات. والحقيقه انا بشكر جدا الاعلام المنافس على مدار 22 سنه خلى اللقب ده ممكن يكون مهم جدا عند جماهير النادي الاهلي. عارف يعني لو انت كنت خدت اللقب ده في 2001 وخلاص الدنيا عدت وكده ومفيش عليه محاوله الجدل دي، كان ممكن الجماهير ما تستشعرش قيمه اللقب. لكن الحقيقه احنا بنشكرهم دايما، زي في اي وقت بيطلع اي معلومه خاطئه بنشكرهم لانهم بيدونا مساحه اننا نوضح الحقائق للجيل الصاعد. حلو جدا.